إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، آمين يا رب العالمين. إخوتي في الله، ما زلنا مع حديث الغار، كان غعابق الحديث النينفري. نعم، ذلك أولئك النفر الثلاثة الذين دخلوا في الغار، فأغلقت عليهم باب الغار، أغلق عليهم الباب بصخرة ضخمة لا يستطيعون دفعها، فتوسلوا وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم. فرأينا الأول توجه إلى الله سبحانه وتعالى ببره لوالديه، فانفرج جزء منها، اضطر رب العالمين سرخاري تغي تكذي الوالدين نس، رب العالمين يستجبس تبع شوية تزروه النه. رأينا الثاني توسل إلى الله سبحانه وتعالى باستطاعته بالقيام بالفاحشة، ولكن حينما سمع اتق الله تزلزلت غريزته، ويتتذ تغى غاس جميع الظروف مواتية باش يرتكب الفاحشة، يجلس عزيز مقابلة أن يعتقها بجزء من المال لأن غاس الأزمة، ولكن من السنة اتق الله قيم شني غاس الحقوق النص الشرعية وجبوا العلاقة الرضائية، لقد لمس فهم اثنين سن وذو بيروح برحاب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم اخوتي في الله، الناس اتق الله الغريزة نيل الشهوة نيل صعب موث. نعم، وقبل أن ننتقل إلى الثالث نزيد بعض الاستشهادات على إشكالية الفواحش. إبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بسبعة أصناف من الناس لا يرون شمس وأهوال يوم القيامة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. إجن سبعة مركز نوذان، من بينهم رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقالت إني أخاف الله. نعم قتل الله، الأهوال 50,000 سنة ذن هذه الجن تفوش تتقرب مقدار 2 كيلومتر أو أقل من زي 2 كيلومتر تبغى تقرب ثيذي غادي صغار قناري أو أكثر ذيني غي جن سبعة ماركة نوذان ونخسن اجتهد ماري خوتي في الله أني ريزي سبعة مي إجن زيسن الناس يجن تمغاث واتجيبوها مغاث زيت طاف نزن خطوها ذات حسب ونسب تغارت شهوة النس غارت الشيطان يسلقى الشين الناس يواري يزنقش كمين تخسد الناس إني أخاف الله صافي. نعم إخوتي في الله، أشنو الشابة ويتتي جميع الطرق الفاحشة تغاين تغاس، ولكن ويقشة فهذا الشاب أو هذا الرجل الثاني كلنا قد يكون منهم ذي الوقت ذي نجا، لأن الطرق الفاحشة انتشرت، هالعري هالغناء الفاحش هالمسلسلات المدمرة، ما كانت غزالي التلفزيون غاو مش غايشن مش غادي كذير رذيلة واجوش غايشن قاع مش غادي تعقب غاو بريد، هالتواصل الاجتماعي الفيسبوك واتساب كذا يا عمار إلا من رحم ربنا، هالتساهل
ذي الطرق الفواحش، ذي القوانين العقوبات في الفواحش. نعم لا قمر رضائيه معليش، لا قمر عنده 18 سنه جالس معليش، انا لله وانا اليه راجعون. من يقول اميه؟ نعم نقرا نقرا سني وذانا نقرا يخنق. الا نتقي الله ولين نبوش ان الجن زمال ديال شنو هو تاتيد؟ لان الحديث اخوتي في الله وجبوا التحاجيت نستعذوها. الحديث مارا نشي نقضي لي كوان شنو الحديث السفينه اللي تغي عدول مار اذا نقضي هذه السفينه اللي. فكذلك الحديث مار اذا نغزي ثلاثه اللي ايش نزيد ثلاثه اللي او قد نكون من ذلك الثلاثه. فلهذا الانسان يخص ان ينتبه اخوتي في الله. الا نتقي الله غير كلمة يوا اتقي الله ما مش كيس تتعامل مرينا عشان يجني اتقي الله ما تصنو ذا مرينا زي اتقي الله وما ينو اتقي الله وشما قارش ما نغيغني انا ضايز شي ما نغيغني ما ينقيغ اتقي غربي. نعم قمينا نغيني حد اتقي الله سني اللهم اجعلنا واياكم من المتقين. نعم اخوتي في الله. اما الثالث فهو رجل يعني ويستر هذا الزيسر لان ويتت اذا مسينا يا ربي ما رفق قبر الزير ام اذا نتقي الله فارج خانق ثاني ترحم شويه زروثني ولكن وازمان بوجه فرعاد. فقال الثالث اللهم اني استاجرت اجراء واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا استهزئ بك. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شويه تيدي الجن تغي كي خدام مي زيدو مبقى اخوتي في الله. الحديثه قيس سوار خان غنشي نقوى تجي السوار خير نظنيوا ثيت تيض العظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث الناس اقب وانا كاين الى قيام الساعه وجي عذوخ بني اسرائيل وصافي قشغني وقع بني اسرائيل شلا قال نشي انت كي خدام رانشي نخدم غاي وذان رانشي نسخدامي وذان. اذا ماشي معامل ماشي كيس نتمعامل اخوتي في الله. إني استأجرت أجراء قد خدم شي خداما وخد سخت مارة من تركي ذي الدين إلا يجن إيغال ما نسش مثلا ذي خدصني غير راس شهر ذي خدص وادي يوسي شاه زين هاني وافي زريه فغاب سنين. وسبحان الله بعد حين كلمة الحين وردت في هذا الحديث وقد وردت في القرآن الكريم. فأحيانا تفيد نصف اليوم وأحيانا تفيد سنة واحيانا تفيد الدنيا كلها يعني الى يوم القيامه. ولهذا باش نسن بلاغا الاحاديث النبويه صلى الله عليه وسلم واد يوسف لم يعدون سنين اديوسا يوسف دي الناس يا عبد الله يا عبد الله خد سايق قنشي جومات من غاك جي غاك ذا كذا ذي الوقت اللي بنو اسرائيل شحال تغوتي التاس تغوتي التاس 100 دور وشي صانيني 10 دور شحال يعني يجي المبلغ زهيد يجي المبلغ ضم الزيان. ولكن الرجل ها مين يقى ويقيم ويسد 100 دور ويمشي يروح يخمريت. وهذا درس عظيم اخوتي في الله في استثمار الاموال. فقال فثمرت لاجره خص خدم 8 هنيس خدم خنت. وهذه دعوة الدرس الأول زي سغني زي 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 أن التمنيات واد خريقت بوغي المعية واد التمنيات خرقنتي ديال الرواج خدمي فنت سواء ذي الدنيا سواء أنت في ذي الأخيرة خدمي تحركين صفغي فنت واد بوطغي منت. نعم والقبوح حرام ذي خمر بنادم شان حاجت ولكن السوار
كيني كنزن الملايير سواء دي الصناديق سواء دي كذا واحد دي سخدي مشى واحد تقبل مجا عندنا دير بنكه وادي قايد دينير ستوكان دينير وازي سنتين فحد نعم اما ملك سيد خسنت الريبة والعياذ بالله فهذا يجمون كان نظني اذا ويتاتي لي استخدم 8 هني الاجر السيد هني مي سي سي سغس غيس البهايم الابل البقر كذا يسغس زيس مثلا اثنين تيخسي ثرواس او غير ذلك مثل قار سنين يعطى شي قيم يسخد يا الله يا الله يا الله انا ما تغيس وني الناس وشي مي تغدا الشتاء صغير وقت هني الناس يقشي اغزارين هذاك الواد من البهائم والرقيق اللي تشامي ترسل حتى يني وزن دي 8 هني صغير 8 هني الرواج اللي تغيس يزنوزا يساغ يزنوزا كذا البهائم وغير ذلك الناس اقشي سي كلشي وين مود الخرس النشي الناس تستهزئ به الضحش الخفيف جي غاك 100 دور شتي شتي 100 مليون مين يديو 100 دور غا 100 مليون ما تحش الخافين يقلو شي غار مين تغدا شتا صور الناس والله ما تحش خاك ايقش 8 هني قص خدمة خنت وانت خمر غشا ايقش مارة من ديني ديني تشاني لا ديني تشاني وزفن دايس توس غند 8 هني نش يسي كوشي الله اكبر زيد شوف شوف دقة البلاغة النبوية لا فأخذه كله كله الله اكبر كله بما كله يا يعني ترسا باش نمشي لي خوتي في الله خمي غنغير الحق شاني الجن وهذا نغمغات غوتي الطاوين نعم خو خو قرم يدن بنادم الزكا الزكا مثلا خميتي لي غاسل مقدار ضم قران مثلا غاسل يسوفغ مليون فرنك في الزكاه مليون فرنك من خمس شحال 40 مليون كارز مليون فرنك من اذا زد يظهر دم قران ظهرت مليون فرنك جت دم قران تواجد 40 مليون يغاس 40 مليون نيت ورث 40 40 يمكن ولكن مليون ني غيتبان دم قران طاس خاص واش كتيسيد كلشي ني جاي تسني 100000 كذا المهم كذلك بعض الناس مثلا كيلقاو شي حاجه ضايعه وفين تليفون وفين تسطي مع مانس 8 وفين كذا ايوا خمي غي حدثت يا الربا بالناس ذي 16 8 ديني وذان وفين وفين تصدايم ذي مقران ذي سنة الملايين تي مقرانين خمي غي حد يجي قرص والله لا يسي ثمارة معك يتغير مني وهذا ستيش لا يا أخي دي عذرا جارني مارة سحقت حرقتي هذاك الأجر علاش سيدي ما عطاني حتى 100000 فرنك وأنا محتاج إوا منين محتاج طامع في هذاك الفلوس ديهم كاملين وتوجه إلى رب العالمين شنو غادي تقول له كانت عندك الملايين في اليد وكتطمع يعطيك 100000 ولا يعطيك 20000 لا يا اخوتي في الله كذلك بعض الموظفين مثلا او بعض الناس كيقضيو لك واحد العمل واخا ماشي موظفين حرفيين انتبهوا يا اخوتي في الله باش يقضي لك واحد الغرض هو كيتخلص عليه ولكن كيدير لك شي ها شي حيل حتى تعطيه الفلوس او يكون باش يسبق لك او غير ذلك لا كتزيرو باش يعطيك الرشوة لا اخوتي في الله فحتى هذيك اللي كنسميوها حنايا القهوة يعني بنادم كدير معاه واحد الخدمة كتقنها مزيان معاه وكيجبد شي حاجة كيعطيها لك انتبهوا راه اخوتي في الله راه الدين ديالنا ما خلاش لينا فين نتحركوا ولا فين نستعملوا الهوى وهذا قد وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العاملين في الزكاة الموظفين ديال الزكاة جاء واحد الصحابي رضي الله عنه ورضي على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الشيء ديالكم يعني ديال الزكاة وهذا لي هذا الشيء راه عطوه لي انا مثلا مشى عند واحد مول البهايم اعطاه ثلاثة ديال النعاج زكاة اعطاه واحد بخريف صغير ولا كذا قال لك هذو ديالك مشى عند مول الزرع اعطاه مثلا خمسة القناطر ديال الزكاة قال له هاد الشكارة ديال الزرع ديالك او غير ذلك بحال هكذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد تخيق الا مريت وراذني جل المرض خطير ديال الامة وهو مرض طمع ذني تاتيل طمع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليك يلقي مديها الدهن ماشي لقاو شينا الشغرة شوف 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 السؤال شوف الناس لا الناس يعرف كل شيء غير وسط باش مهمضني واضم مع الشاب وقرا ميدن نعم اذا
هذاك الوظيفة راه كنتخلصوا عليها، ما نطمعش أنا تعطيني قهوة ولا ما تعطينيش، هذاك نجار، هذاك حداد، هذاك سباغ، هذاك بناي، هذاك كذا، كيدير واحد الخدمة كيقول لك لا هذاك ما نخدملوش، علاش راك خدام عند الباترون ديالك أو التاشرون ديالك أو كذا، لا أنا هذاك الدار ديال هذاك ما نخدملوش، علاش؟ لأن هذاك ما كيعطينا والو ملي كنكملو، إيوا لا نخدم عند فلان لأن هذاك ملي كنكملو كيعطينا واحد 10,000 وكذا كذا، نعم يعطيها لك. إيوا شنو هو الحل دابا؟ ما هو الحل؟ أن هذاك القهوة اللي كنسميوها حنا قهوة خصمو الخدمة غيردها الخبار اللي أنت خدام عنده، أنا خدام عند التاشرون، ها خدام عند مول القهوة، عطاو لي شي حاجة نجمعو نردو الخبار كاملين. فلان قشي مشى قدا ما تيسيرني غلا، في ستة في ماشي ست بصحتك، إلا شفاقيت الدير وسط فاقيت كيس وسرخا ضانش هي لي الصفا، ما يمي باش وضم على الشام وانظني كواكرا ميدن. نعم إخوتي في الله. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. إذن كيتاتيد يجون الدرس باش وادين غيتغيمي بو حب مال الناس أموال الناس بالباطل. نعم إخوتي في الله. ثم هناك طرق كثيرة باش يعني في هذا المشكل ديال أموال الناس بالباطل، سواء اختلاس المال العام، هذاك راه مال العام، مال ديال انت ايها الموظف او ايها المسؤول، انت راك غير كتخلص على هذيك الخدمه، ماشي كتخلص باش تجمع اللي باقي، لا، حقوق العمال تخلصهم في الوقت ديالهم وتعتني بهم وتوكلهم معاك، اذا كانوا خدامين معاك في الدار توكلهم بالماكله اللي كتاكل انت، وما تحملوش ما لا يطيق، اخدمني وتزي عشان هذيك الخدمه تركش انت تبنادموها. نعم ما ريت ما ري خدمه كيك فيها الدار الشكي الشيخ مزيد تتشك. نعم وثم هذا اكيس شن الاحسان مضني ماش ما يقيتها كيس لوجه الله تعالى، خمي غير يكمل خدمه الناس وكون كاع الخدمه هاي قرنش قبل تزغطي ذي الناس. نعم قرن تقغص اول نص تراجان، تقغص الوالدين نص تراجان، تقغص تقغص امهروش تراجان، تقغص مزيد حد يستخدم ومزيد كذا. نعم شحال يوذان نهار نسيت السكاني خدام هنا كران سن واجي خاص يصدق خشي قوا راه زوق صدقه غير حق النص اي تا هذه كمل خدمه زين وقوا تجي شري ساعه تاع من بعد اش خد تصف اي ميزي غيسوق انت. نعم ميزي تبغي ترجع غادي يصرف بوستي اني شمار مزمن دايس. لا يا اخوتي في الله الدين الاسلام بريء من مصائبنا، قال امراض يزيد خويا قال شي مسر منها موكين، الدين الاسلام بريء. نعم الدار ساخذ الحديث ياخذ السكين غنيسي فاخذه كله ثم يتوجه رب العالمين هي الناس ويا ربي ما لو هذا الصفا قاش هذا الصفا غبر خضار يمين يسير وما لو قبل الزايش كتاع قبل خورينو الا قبلتي مني فافرج عنا فانفجر فانفرجت عفوا فانفرجت الصخره بعد وزروني فخرجوا يمشوا لكمل خبري النسل. يا اخوتي في الله شحال يوذان قاصنا قرا الورثه غاس حانت الورثه غاس فموا الفلاحه الورثه اقل غير وقت نزش تاخذوا مثلا انت السن الا قيس السماس ديالي تماس نظني تاسنا كيس ها كما قال احد الدعاة الافاضل من اقليمنا العزيز خسر دار وزاد الله في علمه الا جات تاوذ الوقت انت يسيف تنزش هذه يسرا وتماس اقامه وتماغيش 5 يترو غتقاسم اتقاس اتقاس اقرا النس اتقاس خاص تجمر لاقا وشي غاتي 5 يترو او شي الحق النس الحق باباس قال انت توقع بابا قميص اش ديك الزيتوني كزرنت لاقا اميني كي غير حساب التجاره صفو الزكاه وشي غاتي وتما ما يجوز الشغل وتما الزكاه ما التجاره اللي مازالش ديك انا قد بابا كذا قا جايت بابا ايوا واش خلي وتما الزكاه غير حق النس عام يكمل شي داس. نعم خوتي في الله اذا فالانسان مروان يسيبو الدروس زين حديث هو قال ان كان حقا القبان التكبيرات الاربع اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ودعوا يستجب لكم انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوتي في الله هذا الحديث العظيم
وكل أحاديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عظيمة، هي تعطي لنا صورة عن المجتمع، عنا، فلنتساءل بأن الأزمة مارق هذه الأزمة أو مارة تشتزي الأزمة، أحسن كأنني مارت الدنيا تشتزي الأزمة، كل جمة المشكلة غاص. هناك من هو في البطالة ويخدم، هناك من له ذرية منحرفة أصلح الله ذرية الجميع، هناك من هو مريض، هناك من هو يعيش الضنك، قرشو مدخول موجود ماشي خص غير غوفي دق وزق خص تجيب غير خفينو، لأنه معيشة ضنكة كما قال الله سبحانه وتعالى على الذين يعرضون عن ذكر الله. إذن أزمات، الفواحش هنا وهناك، الشركيات هنا وهناك ظاهرة وباطنة، الربا علانية، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، كلها مصائب نعيشها ونعيش ثمارها المدمرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى كي يفرج عنا كما فرج على أصحاب الصخرة، هل عظمنا الله في الرخاء وفي الخلوات وفي قلوبنا؟ أم إذا نغتغى مليح تغنخدم؟ أم إذا نغتغى مليح تغنصح النغ؟ أم إذا نغتغى مليح تغنطاول النغ مليح؟ أم إذا نغتغى مليح تغنسوكر النغ؟ أم إذا نغتغى مليح تغتغى؟ تغنتعظم رب العالمين تغنشكارث؟ تغنسوس الأعمال الصالحة إنهار الأزمات تغنسوس الأعمال الصالحة باش نمشكين صحاب الصخرة؟ هل لدينا عمل صالح نتوسل به إلى الله ليفرج عنا ما نحن فيه؟ ها قنغ نغاق، ها قنغ القنغ درحي إذا ما جات نقاس مازيخت، ها قنغ فكار شن العمل صالح أزيس أزيس نتوسل غير ربي العالمين، أد نجبد الأرشيف النغ، أد نجبد سجلات النغ يخنع قر، ها أم العكس والعياذ بالله، أم العكس والعياذ بالله. فإلى أي حد نستفيد من هذا الحديث وكلنا ذلك العاق وذلك المشرك وذلك المرابي وذلك المنحرف وذلك الداعي إلى المنكر والناهي عن المعروف؟ العكس والعياذ بالله، ندعو إلى المنكر وننهى عن المعروف. انت قاسني كشوني جرارين الصالحين يا أصحاب السنة وغير ذلك، ونأمر بالمنكر بكل الوسائل. نعم إخوتي بالله، ذلك الآكل لحقوق العباد، ذلك المستأنس بالمنكرات، ذلك الداعي إلى محاربة شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرضينا أن نكون من هؤلاء ثم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا؟ كيف نحن مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العكس؟ كيف نحن مع الدعوة إلى الله والاستهزاء بالسنة وبشرع الله؟ كيف حالنا مع الشحناء التي بسببها لا يرفع العمل إلى الله؟ نسن نزر هذه الأحاديث، ما عليش نذكر يخنغ بأن غاو ما رواه السويل لك وجعان مشقو ما شمسر ما مسرم، خليه معاك، خليه الرحيم، الرحيم يجن شأن آخر، كش العمل نغوى يتقعي الشيء كان صالحا أم غير ذلك. العمل ويتقعي الشيء غرار بالعالمين، العمل الصالح ما دمنا لم نصطلح مع بعضنا البعض. إخوتي في الله، هذا الحديث وغيره دروس لنا، منابر من نور، سراج من نور، إجن بومبية إجن تيارنا إسكان اختد رسول الله صلى الله عليه وسلم باش أتنيسي مارة إذنغ وبكل تواضع، ونحن متذللون أمام الله سبحانه وتعالى باش وانتريشان إن شاء الله وتعالى زقيني إتيرين السبب إتقل الأعمال المهلكة بل الأعمال المنجية، الحديث ومن المنجيات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما،
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أحسن أعمالنا خواتمها وأحسن أيامنا يوم لقائك. اللهم أنت الوحيد العليم بحاجاتنا، فاللهم من كانت له حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا فاقضها له يا رب العالمين. اللهم إننا لا نحسن الدعاء دعاءك، اللهم إننا لا نحسن دعاءك، فأنت أعلم بحاجاتنا وبهمومنا ففرجها يا رب العالمين. اللهم كما فرجت على أصحاب الغار فافرج عنا ما أهمنا، من كان مريضا فاشفه، من كان عاطلا فوفقه إلى عمل مبارك حلالا طيبا، ومن كان مهموما ففرج همه، ومن كان وحيدا فارزقه الذرية الصالحة، ومن كان عازبا فارزقه الزوج الصالح، ومن له ذرية فاصلحها له يا رب العالمين، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك. والدين من مات منهم فاغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعله جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. من بينهم جن أخت توفى من جماعة توفى ذي الأسبوع، كذلك أخ وتشماس يالله توفى مؤخرا، فاللهم ارحمهم يا رب العالمين وألحقنا بهم مسلمين. ومن كان على قيد الحياة من الوالدين فاجعل ما تبقى من عمره في طاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ملك البلاد اللهم وفقه بالخير وعنه عليه، اللهم هيئ له بطانة صالحة تعين على مصالح البلاد والعباد. اللهم طهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفجار والفساق والفاسدين والمفسدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في أي مكان خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي بالله، هناك بعض الإخوة تكرموا على المسجد وعلى طلبة القرآن الكريم، من بينهم أخ كريم من هولندا، هو مغاربة بطبيعة الحال، ورجل آخر من بلجيكا هو من زيو، ورجل آخر تصدق ب 250 أورو على المسجد. هذا اللي أخته توفيت يعني في أيام قليلة أو أشهر قليلة. أخ آخر من ألمانيا كذلك تصدق على الطلبة وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صدقاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقات حرزا لهم من مصائب الدنيا، وحرزا لهم من هول ومن مصائب ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اجعلها لهم يا ربنا صلاحا لذريتهم ورحمة لموتاهم وبركة لأحيائهم. إجن الأخ زي متقاعد لن تسجلني غير صدقا في المسجد غاسي جوية والنس، يعني لديه مشكل في النطق، متأخر في النطق، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا الحفيد وأن يشفي جميع الأطفال والكبار والشباب، كل واحد من زيت عانى، يا رب اشفهم وأسعد عائلتهم بشفائهم بما فيه مش الأخ نغ هو زقهارو ينزي بن شيكار، هو الآن في الرباط يقوم ببعض الفحوصات الدقيقة والمؤلمة والمكلفة، فاللهم فرج عنه يا رب العالمين، اللهم فرج عنه يا رب العالمين، اللهم ثبته وثبت جميع المرضى على الاحتساب إليك يا رب العالمين، ثم احتساب الأجر على الله، وأن يجعل آلامهم طهرة لهم من الذنوب والخطايا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد.